السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. فيديو النهارده هنتكلم فيه، يعني هندردش فيه كده شويه مع بعض عن الالكترونكس والافو. هنبدا ان احنا نعرف ازاي بنستخدم الافو، هندردش برضو شويه حاجات كده في الاكتيف والباسف كومبوننت. فمن غير كلام كتير يعني ودردشه كتير، تعالوا اتفرجوا معانا نشوف ايه اللي عندنا ان شاء الله. تمام، اول قطعه عندنا مهمه جدا هي البريد بورد. البريد بورد بيبقى استخدامها اكتر للتعليمي. ايه هي البريد بورد؟ البريد بورد عباره عن شويه اسلاك متوصله من بعضها البعض عشان اقدر عن طريقها ان انا اوصل القطع الالكترونيه ببعضها. بمعنى انا عندي مثلا البريد بورد متقسمه لثلاث اجزاء، الجزء اللي هنا ده اللي فوق، تمام، المستطيل اللي فوق ده، والمستطيل ده الكبير ده، تمام، ومقسوم المستطيل الكبير ده نصين، والمستطيل اللي تحت. تمام، المستطيل اللي فوق واللي تحت دول توصيلتهم توصيله افقيه، كل خمس نقط من دول متوصلين ببعضهم بطريقه افقيه. تمام، كذلك الخط اللي تاني او اللاين التاني اللي تحت ده برده متوصل بطريقه افقيه. يعني ايه الكلام ده؟ وبرده هنا بطريقه راسيه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جاي انا عندي هنا شكل البريد بورد اهو، تمام، ادي اللاين الاحمر وادي اللاين الازرق اهو، تمام. طريقه التوصيل الافقيه يعني عندي الخمس نقط اهم، ادي 1 2 3 4 5، تمام، 1 2 3 4 5 اهو. كذلك اللي تحت اهي، الجزء اللي تحت ده اهو، ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، تمام. اللي تحت دول بقى اللي هم معمولين اي بي سي دي، دول كل خمس نقط من هنا، دول كل خمس نقط دول، كل عمود من دول متوصلين ببعضهم بطريقة عمودية. كل خمس نقط من دول متوصلين مع بعضهم بطريقة عمودية. اللي فاصل ده معناها ان الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده. يعني بالمنظر ده اهو، 2 3 4 5، وبعد كده راح قاسم كده، بعد كده راح عامل 1 2 3 4 5. طيب انا عندي المنظر ده كده، تمام، وعايز ان انا اوصل مقاومة. ازاي هوصلها؟ هل مثلا هوصلها بالطريقه ديت؟ يعني هوصل المقاومه لما اجي عندي مقاومه اهي هوصلها بالشكل ده؟ هل ده صح؟ ولا الصح انهي، ان انا مثلا اوصلها بالطريقه ديت؟ لا، الصح ان انا هوصلها بالطريقه دي. ليه؟ لان انا لما اجي اوصل، لو انا جيت اوصل المقاومه بالشكل اللي هنا ده، معناته ان انا عملت شورت سيركت من تحت والمقاومه من فوق. فلما اجي انا اوصل تيار في الدايره، طبعا التيار هياخد الطريق اللي بيبقى فيه مقاومه اقل، فانا كده ما استفدتش بالقطعه الالكترونيه ديت. فعشان كده لما انا اجي اوصل في البريد بورد لازم ان انا اوصل بالمنظر ده اهو، تمام. الكلام ده بالنسبه للايه، للجزء الايه، الراسي، تمام. وادي هنا القطعه الثانيه اهي، ادي ليد، دي ليد، الليد بيبقى ليها موجب وسالب، هنشرحها قدام. ودي بطاريه اهو ليها الموجب بتاعها. طبعا اللون الاحمر ده ساعدني ان انا مثلا احب ان انا اعملها ايه، موجب وسالب، تمام. هاجي اوصل المنظر ده، هاجي اوصل بالمنظر ده، تمام. زي ما احنا شايفين احنا وصلنا بالطريقه ديت اهو، تمام. كل اللي انا عملته ان انا استخدمت بس النقط اللي موجوده عندي اللي تحت ديت في ان انا احط عليها الكومبوننت، وفي نفس الوقت هي كسلك ليس الا. يعني الجزء ده كله كده اللي من اول النقطه ديت، اللي من اول الدوت اللي هنا دي والدوت اللي هنا دي متوصله ببعضها. كذلك اهو النقطه اللي هنا دي والنقطه اللي هنا دي، الدوت دي متوصله ببعضها، تمام. وده الجزء الافقي ده متوصل ببعضه، والجزء الافقي ده متوصل ببعضه، تمام. وده سلك جامبر ليس الا، تمام. اتمنى ان اكون وضحت طريقه التوصيل على البيت بورد. دلوقتي احنا خلصنا طريقة التوصيل زي ما احنا شفنا من شوية، بس يعني البريد بورد زي ما احنا قلنا هي بس حاجة تعليمية، هي موديول تعليمي، انا بقدر ان انا كمان اتعلم عليه، واقدر كمان ان انا اجرب فيه اي دايرة الكترونية. ليها عيوب طبعا، ان اي كومبوننت تقدر ان هي تتهز بسهولة،
تمام. برضو ليها بيبقى موضوع النويز ده بيبقى فيها واضح جدا للدوائر اللي بيبقى فيها قرايات. فاحنا قدرنا ان احنا نستبدل البريك بورد بالبي سي بي. البي سي بي بورد يعني دي حاجه انا اقدر ان انا عن طريقها ان انا اثبت فيها اكتر الالكترونيك كومبوننت، تمام. دي بيبقى ليها طريقه تحميض، واقدر ان انا ارسم البي سي بي بطريقه معينه، بطريقه مثلا استخدام البروتس او بطريقه اي برنامج اخر، واقدر ان انا اوصل الكومبوننت ببعضها، فيبقى التراكات بتاعتي بس هي النحاس اللي احنا شايفينه ده نحاس، تمام. التراكات اللي انا برسمها بس هي اللي بتبقى بتبقى النحاس، والالكترونيك بتبقى متثبته فيها بطريقه بحيث ان هي ما تتهزش زي ما اتهزت في البريد بورد. بعد كده طبعا يعني الموضوع ده بيبقى مانيوال، تمام. في بقى حاجه احدث وافضل من كده اللي هي الكمبيوترايزد بي سي بورد، ودي بتبقى بقى كمبيوتر، وطبعا زي ما احنا شايفين هي بتبقى مفصله اكتر يعني ومميزه اكتر في ان انا كمان اقدر ان انا اكتب البيانات اللي عليها، اكتب الاشكال، الدوائر دي، كاباستور، سيمبلز، الحاجات دي كلها الكمبيوتر بيقدر ان هو يستخدمها عشان اقدر ان انا اوصل من الشكل ده للشكل ده. دي دايره اهي، الدايره ديت قدرنا ان احنا نعملها عن طريق كمبيوترايزد بي سي بي بورد. كده احنا خلصنا البي سي بي بورد والبريد بورد وطريقه التوصيل عليها. هنبدا ان احنا نخش على الافو ميترز، ازاي ان انا استخدم الافو ووضع الفولت ووضع الاوم ووضع الامبير. هنعرف الكلام دوت ان شاء الله. رجعنا لكم في الافو ميترز، في شرح الافو ميترز. الافو ميتر هو جهاز بستخدمه عشان اعمل بيه قياسات للكومبوننتس بتاعتي والانفورميشن اللي بتبقى موجوده في الكهرباء عموما. يعني مثلا انا عايز اقيس مثلا الفولت، عايز اقيس الامبير، عايز اقيس المقاومه، عايز اشوف اصلا في شورت سيركت ولا لا، في عطل معين في سلك ولا لا. الحاجات دي كلها بستعين بالافو ميتر. الافو ميترز تختلف في الشكل وفي الحجم وفي الاستخدام طبعا. طبعا طبعا كل ما الحاجه ديت كانت الاكيورسي بتاعتها عاليه، كل ما هلاقي ان هي ليها ثمن اعلى وليها اهميه كبيره جدا في السوق. يعني عندنا مثلا الجهاز ده، الجهاز ده بسيط، تمام. هنلاحظ ان هو رينجد كمان، يعني الرينج بتاعه ليه رينج معين. ده كذلك اهو، بس ده يعتبر فعلا اقل في الاكيورسي. ده الاكيورسي بتاعته ممكن تبقى اعلى شويه، ده ليه اكيورسي اعلى وليه رينج اقوى مثلا شويه عن التانيين دول. عندنا مثلا الجهاز ده ليه اكيورسي اعلى، اعلى واحد فيهم بقى هو الفلك، وفعلا ده يمكن حاجه يعني متعارف عليها عالميا، جهاز الفلك هو يعتبر كمان اغلى واحد فيهم، ده لان القياس بتاعه او القياسات بتاعته ثابته جدا يعني، تمام. تعالوا نشوف القياس عليه بيبقى عامل ازاي. رجعنا لكم في الاستخدام بتاع الفلاك. دلوقتي جهاز الافوميتر او الفلاك دوت هو جهاز اوتوماتيك، يعني هو حاجه حديثه فيه وحاجه جميله جدا فيه ان هو اوتوماتيك بيقيس الرينج مباشره من غير ان انا اعمل بقى رينج، اجي عند رينج ال 200، اجي عند رينج ال 400، لا هو بيقيس الرينج بتاع اي حاجه عموما مباشره، تمام. اول حاجه عندنا الفي اللي عليها ساين ويف ديت، ده معناه ان هو بيقيس الاي سي فولتج اللي هو الكهرباء بتاعت الفيشه بتاعت بيتنا. تاني حاجة عندنا اللي هي الفي وعليها من فوق شرطة من فوق كده مستمرة وثلاث شرط من تحت، دي معناها الدي سي فولتج، دي مثلا زي الموجودة في البطارية. تالت حاجة عندنا اللي هو 300 ملي فولت دي سي فولت. معناها ايه 300 ملي دي سي فولت؟ دي سي فولت معناها ان هو بيقيس الحاجات اللي اقل من 300 ملي فولت، تمام، من نوع الدي سي، وبيقيس في الرينج ده، تمام. عندنا بقى هنا العلامه بتاعت المقاومه الاوم، بيقيس انا عايز اجيبه على وضع الاوم. عندنا هنا كمان الدايود ووضع البزر. وضع البزر دوت لو انا حبيت ان انا اشوف مثلا السلك دوت فيه قطع ولا ما فيهوش قطع. عندنا بقى الوضع بتاع الامبير، الاي سي امبير كارنت والدي سي كارنت. طيب انا دلوقتي معايا الفلاك اهو، عايز اوصل الجهاز ده، استخدم الجهاز ده. عندنا دلوقتي اربع فتحات من هنا، وعندنا هنا البروب، تمام. البروب ده ليه شكل اسود هنا وليه شكل احمر هنا، تمام، لون احمر ولون اسود. هو هنا في بعض الاجهزه بتساعد الموضوع دوت ان انا اوصل الاحمر بالاحمر والاسود بالاسود،
تمام. بس قبل ما انا اوصل عايز اعرف الاول ده ايه وده ايه. الحته اللي هنا دي معناها هنا اهو ان انا الطرف دوت لو انا عايز اقيس مقاومه او فولت او على وضع دايود، تمام. وهنا هو بيقول لي بس انت عايز تقيس لحد كام قدره الجهاز ده لحد كام. هو هنا قدرته لحد 1000 فولت دي سي و750 فولت اي سي، تمام. والوضع ده اللي هو الكومون ده انا دايما ببقى حاطه. لو انا عايز اقيس امبير هاخد الوضع الامبير ل 10 امبير يا اما 300 ملي امبير. بعد ما انا وصلت البروبس بتاعتي دلوقتي انا عايز ان انا مثلا اقيس الاي سي فولت بتاع الفيشه، تمام. هشوف دلوقتي هنا اهو خدت الوضع بتاع الاي سي فولت، تمام. هو حتى هنا كتب لي هنا في اي سي، تمام. ابدا ان انا بالمنظر اللي عندي ده اوصل جزء هنا اوصل الجزء الثاني هنا في الفيشه واشوف اللي هيطلع لي. طلع لي هنا تقريبا 233 وعمال يلعب بقى ايه في الرينج العشري دوت، تمام. القياسات هنا بتبقى دقيقه جدا، تمام. طيب انا عايز اتاكد برضو من القياسات في الجهاز الرقمي او الجهاز الرينجد، تمام. هاجي هنا اهو عند الرينجد وهاخد رينج الفولتج الاي سي شكل الساين ويف اهي 750 واجي اقيس بالمنظر ده. اللي ظهر لي هنا 230 تقريبا، تمام. اهو 230 تقريبا. طبعا احنا الفلوك يعتبر جهاز مش كومون قوي عند الناس، تمام. هو اوتوماتيك وسهل جدا، بس اغلب الاجهزه المستخدمه بالنسبه للافوميتر هي الاجهزه الرينجد، تمام. فاحنا هنشرح على الرينجد نشوف الشغل عليها بيبقى ازاي عشان يبقى الموضوع اسهل وابسط ان شاء الله. دلوقتي في الجهاز اللي موجود قدامنا ده، الجهاز ده رينجد، تمام. هنا وضع المقاومه، وضع الانفراد، وضع الامبير دي سي، وضع الامبير الاي سي، وضع الفولتج اي سي، وضع الفولتج دي سي. يعتبر شبه الاوتوماتيك بس ده رينج. انا بختار الرينج اللي انا عايز اقيس فيه. يعني مثلا لو انا عايز اقيس مقاومه، المقاومه ديت انا مش عارف هي الرينج بتاعها ايه، هي نعتبر ان الكالر كود بتاعها انا مش عارفه، تمام. فهاجي الاول اختار من هنا على وضع المقاومه، تمام. مثلا هبدا بالوضع ده، انا ما اعرفش ان المقاومه دي قيمتها قد ايه مثلا، تمام. وهاجي اجرب، الاحظ ان هي ما ادتنيش قرايه، تمام. هروح مكبر الرينج بتاعي، لسه ما ادتنيش قرايه، تمام. انا بقيس المقاومه بالشكل ده، باخد طرف من هنا وطرف من الرجل الثانيه، تمام. هاجي عند رينج ال 20 هلاقي ان هي هنا بدات تديني قرايه فعلا. القرايه هي تقريبا ايه 9.6 كيلو، تمام. احنا في رينج ايه؟ في رينج ال 20 كيلو، تمام كده. طيب طبعا الموضوع ده بيبقى ايه، يعني هو تقريبا هي الكالر كود بتاع المقاومه ديت هي 10 كيلو، تمام. هي اديت على الايفو 9.6، في نسبه تولرنس طبعا في موضوع قياسات المقاومات بالاضافه للان اكيورسي بتاعه الجهاز، تمام. فاحنا بنلعب لسه في رينج الايه ال 10 كيلو اوم، تمام. دي طريقه قياس المقاومه. احنا عرفنا ازاي بنقيس المقاومه، دلوقتي هنعرف بقى ازاي بنقيس الفولت. دي دايره عندنا كهربيه، الدايره ديت من بطاريه، تتكون من بطاريه ومقاومه وليد، تمام كده. الحاجات دي هي بتبقى كابلات جمبرات كده بس مش اكتر، عشان اقدر ان انا اربط الحاجات ببعضها، اربط كومبوننت اكتر ببعضها، تمام. هاجي هنا في الوضع بتاع الافو اقيس على وضع انا عايز اقيس فولت، تمام. فهاجي مثلا على وضع الدي سي فولت اهو، مثلا هقول عند ال 20 فولت، تمام. واجي عايز اقيس اول حاجه البطاريه. ازاي هقيس البطاريه؟ انا اول حاجه بالبيولوجيك كده، تمام. انا عندي بيبقى فيه خارجين من البطاريه، خارج جزء اللي هو بيبقى البوزيتيف بيبقى الانود، والاسود ده بيبقى الكاثود اللي هو بيبقى النيجاتيف. فانا بالتالي عرضه هنا عندي لونين، عندي لون هنا اللي هو الكومون واللون دوت اللي هو الفولت او الاحمر. فانا ممكن ببساطه شديده هوفر الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود عشان اقدر اقيس الفولت، تمام. كده الفولت اللي على البطاريه هو تقريبا 8.5 فولت دي سي، تمام كده. طيب لو انا عايز اقيس الفولت على مثلا مقاومه هيبقى بكام؟ هاجي هنا اهو، ادي طرف عادي جدا، طرف الطرف ده والطرف ده على رجلين المقاومه،
الاحظ ان تقريبا الفولت على المقاومه ديت هو 6.5 فولت دي سي. طيب هنيجي بقى مثلا لحاجه زي الليد. الليد ديت بتبقى دايود بيبقى ليها طرفين، بيبقى ليها انود وكاثود، عشان كده انا قلت موضوع الانود بوزيتيف هو الكاثود بيبقى النيجاتيف. الانود دايما او الجزء الاحمر دوت نعتبر ان هو الانود، تمام كده، والجزء الاسود بيعتبر ان هو الكاثود. انا بتتابعي مع الدايره هقدر ان انا احدد ايه هو الانود وايه هو الكاثود، تمام. هاجي هنا مثلا هعمل المنظر ده، انا عندي الاسود اهو والاحمر اهو، تمام، هعمل كده. ايه اللي حصل عندي في القرايه؟ لقيت ان في علامه سالب، لقيت هنا سالب 1.9، 1.96 فولت دي سي. ده معناه ايه السالب ده؟ معناه ان انا قالب القطبيه بتاعت البروبس بتاعتي بتاعت الايفو، فانا كده عرفت ايه هو الانود وايه هو الكاثود. الانود بتاعي ان انا اعدل اهو، الاحمر هو ده، الجزء الاحمر ده هو الانود، الجزء اللي هنا اللي حطيته هنا في البروب فيه هو الكاثود، تمام. دي طريقه اقدر ان انا احدد بيها كمان الجراوند بتاعي. الكلام ده يعني اعرفه اكتر يعني كمان لما نيجي نقيس على البي سي دي. احنا دلوقتي بنقيس على بريد بورد، فتمام، فالموضوع هيبقى ايه، بسيط. تمام، فانا لو حبيت اعرف في بريد بورد مثلا الجزء السالب فين، محبذ جدا ان انا استخدم وضع الفولتج. تمام، اتمنى تكون الدنيا وضحت اكتر في طريقه استخدام الافوميتر وان انا بقيس بيه الفولت والمقاومه. طب تعالوا نشوف هنقيس ازاي الامبير على البريد بورد في كومبوننت عندي. دلوقتي انا عايز اقيس الامبير بتاع اللي ماشي في الدايره، تمام. زي ما احنا لاحظنا، احنا في لما بنيجي نقيس في الفولت بتاع الدايره، فانا بوصل الطرفين بتوع البروب على التوازي مع الكومبوننت اللي عندي. يعني لو عندي هنا مقاومه هوصلها مع التوازي، تمام، هتديني القيمه. طب لو انا عندي بقى الامبير، الامبير انا بقيس بوصل الطرفين بتوع الافوميتر على التوالي مع الدايره، تمام. فانا الاول عشان اجي على الرينجد الايفل الرينجد اللي عندنا ده، اول حاجه هعملها ان انا هاخد الجزء ده، وهنا هو بيقول لي ان انا بقيس فولت ومقاومه، انا عايز اقيس امبير، تمام. فهختار الامبير، الرينج بتاعي 20 امبير ولا ملي امبير؟ في الاغلب هيبقى ملي امبير لان دي دايره بسيطه يعني، تمام. فانا هحط الجزء الاحمر ده بتاعنا اللي هو بيتغير على رينج الملي امبير، وبعد كده هبدا ان انا احرك هنا اهو السكيل بتاعي عند مثلا هقول 2 ملي امبير، تمام، وابدا ان انا اوصل الطرفين بتوعي على التوالي، تمام كده. هاخد طرف من هنا اهو، تمام، واخد طرف من هنا اهو. يا جماعه بالمناسبه الموضوع ده يعني مهم جدا في الدي سي، تمام، وبالنسبه للكومبوننت البسيطه. يعني انا موضوع ان انا اقيس امبير في دايره ده حاجه يعني ايه نادره يعني، تمام. فاحنا بنعمله ده دلوقتي هو حاجه يعني طريقه قياس بس للمبتدئين، تمام كده. انما الموضوع بيبقى فيه بعض الكومبوننت او في بعض الدوائر بقى اقصد ان بيبقى فيها الموضوع ده اصعب يعني، تمام. انا دلوقتي هنا جيت اقيس على الوضع بتاع ال 2 ملي امبير، لقيت ان هو مديني رقم 1 هنا، تمام، معناها ان هو عايز اعلى، عايز رينج اعلى، تمام. فانا هاجي هاخد رينج ال 200 ملي امبير، تمام، وهاجي اوصل هنا اهو. الاحظ ان الامبير عندي تقريبا 6.5 ملي امبير، تمام. انا عملت ايه هنا في الدايره؟ انا وصلت الطرفين بتوع الافو على التوالي مع الدايره، انا قفلت الافو، خليت ان الافو ده يبقى جزء من الدايره بتاعتي. ادي الجزء اللي هو النيجاتيف ده اللي هو الجراوند اهو، وادي الجزء بتاع الطرف الرجل الثانيه بتاع الدايره، تمام. خطا شائع الناس بتقع فيه ان انا اعمل في قياس الامبير المنظر ده، ان انا اجي هنا مثلا واجي اعري الطرف ده كده واعمل كده، عمره ما هيديني شده التيار، تمام. ليه؟ لان الجريان بتاع الجزء بتاع الامبير انا مش حاطط القياس بالطريقه الصحيحه، انا ما حطيتش التوصيله على التوالي، تمام. انا كده عملت توصيل على التوازي مع الدايره،
عمره ما هيديني القراية الصحيحة بالنسبة للأمبير. دي طريقة استخدام الأفو، أتمنى إن هي تكون بقت واضحة وسهلة إن شاء الله. لو في أي سؤال سيبوه في كومنت وإحنا هنرد عليكم في أسرع وقت إن شاء الله. تعالوا نشوف الكومبوننت اللي عندنا عشان نختم الفيديو بتاعنا إن شاء الله.